وكده، واكتشفنا الموضوع كان بالنسبه لنا صدمه كبيره جدا. الحمد لله بمساعدة جوزي ليا وأسنانتي بدأنا رحلة العلاج. توجهت المؤسسة اللي أنا بتعالج فيها، بدأوا معايا الكيماوي الأول، بعدين العملية، بعدين خدت جلسة أشعة، حاليا في مرحلة المتابعة تكملة العلاج بتاعي. مساندة جوزي ليا طبعا فرقت معايا كتير جدا، إن هو ويلكم متخلاش عني زي الناس كتير ما بسمع زي ما بشوف. قدر يخليني إن أنا أتخطى الموضوع. كان طبعا صعب قوي في الاول، كان الموضوع صعب على العيله كلها، يعني مش علينا بس. بس لما بتلاقي حد بيقف جنبك، غير لما بتكون انت خلاص بتواجه دي لوحدك، لما بتوقف حد جنبك بيسندك بيقويك بيدعمك، زائد بقى الدعم النفسي بعد كده. ده طبعا فرق معانا في الدروس كلها. يعني انا واحده من الناس اثناء رحله مرضي والدي تعب جدا وتوفى وانا باخد الانتشار، ده بالنسبه لي صدمه كبيره. اكبر داعم ليا روح، فما كنتش قادره اكمل لدرجه ان كنت رافضه اكمل علاجي. بس الدعم النفسي وجوزي خلاني ان انا اقدر اكمل. بعد ما كملت واستمريت في العلاج، جه بعد كده بقى موضوع الدعم بقى فرق معايا، ان انا كنت على طول لابسه اسمر، على طول منطويه لوحدي، مش بتكلم مع حد، مش بخرج، مش بقابل حد. استاذه نهى طبعا ربنا يجزاها خير يا رب، خلتني بقى ابص للدنيا من منظور تاني خالص. لا انا لازم اكمل، في عيالي محتاجيني، في زوجي اللي واقف جنبي برضه محتاج ان انا اكمل معاه، العيشه مش هتقف لحد كده. فبدات احضر معاها جلسات، بدات احضر معاها، اخرج معاها، اقابل ناس جديده، اتعرف على ناس جديده. الموضوع فرق معايا بقى من هنا، بدات الدنيا تتغير. بدل ما كنت قافله عن نفسي وخلاص هي وقت وهقضيه وبتاع، لا انا بدات بقى ان انا اخرج اتفسح، اشوف صحاب، اتعرف على ناس جديده، احضر جلسات الدعم دي، لدرجه ان ما شاء الله بتودينا اماكن بتسفرنا، يعني بتودينا دهب، بتودينا سيوه، بتودينا الاقصر واسوان، يعني مش رحلات داخليه بس، لا رحلات خارجيه كمان، عشان انا ما احسش ان في فرق. اكتشفت وانا عندي 38 تمام. طبعا من اول حاجه اكتشفتها كان معايا جلسه فوق ابني اصلا صغير، ابتديت اتعب، وطبعا زي تفكير اي واحده ست رحت فطرت نسوي، وده للاسف من الخطا اللي عندي ان انا رحت فطرت نسوي. بعد كده ابتدى الحال يتطور معايا، طبعا جوزي قال لا مش هنصبر بقى على كده خلاص، ابتدى يدور، ابتدى يلف معايا. طبعا عرفنا الخبر من المستشفى ان انا عندي كانسر. بص هو من كتر ما كان واقف معايا انا كنت بخرج الخبر عادي، لانه كان واقف في ظهري فعلا، او كان يعني كان بيحفزني قوي. لا المرحله هتعدي ان شاء الله وهنبقى زي الفل، وربنا خلاص هو كاتب لنا كده، ده امتحان ان شاء الله هننجح فيه. كنت بروح لاهلي يعني اقول لهم الخبر وانا عادي مبسوطه، ليه؟ لاني عارفه ان في حد ورايا بيشجعني، وهم الحمد لله كانوا فعلا بيصبروني جدا، برضه والدتي واختي واخواتي كانوا واقفين جنبي جدا. الحمد لله احنا صبرنا، احنا كويسين، نحمد ربنا. طبعا يعني امي دي هو راس من فوقي، واختي واخواتي يعني الحمد لله. وجوزي ده بقى حاجه ثانيه، يعني انا اسم ليلى محمد اهو هنا، انا مشهوره كله ليلى سمير، واسم سمير اتربط اسم باسم خلاص، كله ليلى سمير خلاص عرفت كده. فعلا كان بيخرجني، كان مثلا في الدعم النفسي كان هو اللي يجيبني ويقعد يستنيني بره. انا كويس جنبي واقفه، يعني انا مش عارفه اشكره عليها ازاي، لو فضلت العمر كله اشكره مش هعرف اشكره. كنت رايحه اكشف على واحده صاحبتي، قالت لي لا خشي انت انا مش هكشف. دخلت عملت سونار، الدكتوره اصلا الاول قالت لي ده كيس ميه، قلت لها خلاص طب انا عاوزه بس اعرف انا عالجه ازاي. بعدين لقيت دكتوره السونار قعدت معايا بالظبط لا يقل عن 3 ساعات بتفحصني ودموعها نازله. لا انا اول مره دموعي تنزل على حد، قلت لها وانا عندي ايه؟ قالت لي الدكتوره هتقول، عرفت ان انا عندي ورم بس ما كنتش متخيله ورم خالص. بس عملت العينه طلعت كده خبيثه،
اتصلت باخوات جوزي، انا ما عنديش اخوات، قلت لهم انا حصل لي كذا كذا، خلوا بالكم من ولادي، انا عارفه سرطان يعني هموت، لان انا اخدت ماتيريال. فاكتر حد وقف جنبي ودعمني ابو جوزي وامه واخواته الولدين وهو وامي واختي. بعد كده انا ما كنتش اعرف ولا مؤسسات ولا جمعيات ولا اي حاجه، عرفتهم، عرفت مدام نهلة، إنسانة، مع إن أنا كنت من ضمن الناس اللي مش عايزة أعرف حد، أنا ما مش حاسة إن الموضوع ده هيكيدني أكتر، ما أنا هلاقي ناس ممكن حالتها غير حالتي، هيجرى لهم حاجة، بتأثر نفسياً جداً جداً لأبعد الحدود اللي حد ممكن يتخيلها. كل مشكلتي ان انا عارفه ان انا خلاص هموت يعني، فلا الناس دي صححتني تاني، خروجه كويسه بروح احضر دعم نفسي، جوزي بيدعمني نفسيا جدا، جوزي هو البطل مش انا خالص، لو ما كانش جوزي ده معايا اسمه كريم، لو ما كانش كريم معايا انا لا ما كنتش اول حاجه ما كنتش هاخد علاج. انا بحس ان انا ابن واخت وصاحبته ومراته وكل حاجه، حاسه ان هو يعني مش عارفه، حاسه من غيري ممكن ما يعرفش يعمل حاجه، انا بشوفه ابني، فانت صعب تسيب ابنك في الدنيا اللي احنا فيها دي، فهو لا هو اكتر حد سندني يعني. كان بيعمل ايه؟ كل حاجه، كل حاجه. لما كنت اول جلسه كيماوي بعد 10 ايام شعري بدا يقع، بقيت اجيب المقص واقصه انا بايدي، بقى هو يسرح لي ويقص لي. بعد العمليه الدكتور منع بتن، لان انا شلت جميع الغدد، ما عنديش ولا غدد، هو اللي كان بينشر، هو اللي كان بيمسح، هو اللي كان بيعمل اكل. ربنا اداله بقى موهبه في حته الاكل غير طبيعيه، ان انا هقع لان اتمنعت من البوتاجاز. لا هو كل حاجه، هو كل حاجه. كنت ارجع من درس الكيماوي، انا اخدت 3 احمر و3 ابيض، كنت برجع من الابيض ده كان بيربط لي رجلي وبدايه، كان يقدر سندني لحد الحمام، كان جوزي ده بيقرف جدا، كان بيشوفني انا عندي كل حاجه، ما سابنيش في اي حاجه، شالني بمعنى كلمه شالني. انا اقعد اقول يا رب لو يعني بقى الشر عليه من اي حاجه انا اكون قبليه فيها، هو لا يعني ما اقدرش اشوف فيه اي حاجه ممكن توجعني. فهو لا هو البطل مش انا، لو في بطل في مرضي جوزي مش اي حد تاني. دعم نفسي بقى، وحد بيعاملك كويس بيرفق بحالك، حد دايما ينصحك، حد دايما انت بلاش تبقى كده، بلاش تبقى دايما اي حاجه تنهار عليها كده بالشكل ده. مدام نهلة وطنط عز بس دعموني، دعموني جامد جامد جامد. انا بحس ده بيتي، لما وانا جايه انا جايه البيت، انا قبل ما اعلق في بيتي حاجه رمضان انا حطيتها هنا، ده بيتي، بيتنا كلنا. بس انا فعلا والله العظيم بحس بالطمانينه وانا جايه هنا عندها، هي طيبه. انا قلت لك ولخصت لك البني ادمه دي انسانه.